السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي الجميع يكون بخير وعلى خير. المهم غادي نكملوا الزواقه اللي عملنا. هنايا خاصة تكون ليا 7، 1 2 3 4 5 6 7، وهنا 1 2 3 4 5 6 7، ونفس الشكل خاص يكون عندي هنايا، خاصو يكون عندي هنايا. غادي نكملوا الزواقه. من بعد ما كملت عملت هاد المثلث وعملت المثلث الاخر وهاد العباده اللي بقات لي هنايا، غادي نبدا على بركه الله ندور نيت العمل. العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث جوج ديال السلاسل العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث. وغادي نجي مباشره لهاد العين، نعمل العمود الاول العمود الثاني وندوز لهذا العمود، نعمل العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس العمود السادس العمود السادس العمود السابع العمود الثامن العمود التاسع. نعمل السلسلة الأولى، 1 2 3 4 5 6، ونتجاوز هاد الأولى، هاد العين الأولى، ونجي لهنايا ونعمل تاني العمود الأول، نعمل العمود الثاني، نعمل العمود الثالث فوق العمود، نعمل العمود الرابع، نعمل العمود الخامس، نعمل العمود السادس فوق العمود، نجي لهنا نعمل العمود السابع، العمود الثامن، العمود التاسع. غادي نعملو في السلسلة الثالثة، ونحسب سلسلة 2 3 4 5 6، ونجي نفس البلاصة نيت، ونعمل العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الثالث غادي نعمله فوق العمود، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع، العمود الثامن، العمود التاسع غادي نعمله فوق العمود.
السلسلة الأولى، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة ديال السلاسل. ونتجاوز هاد الخاوية ونجي لهنايا ونعمل تاني العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث غادي نعمله فوق العمود، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس غادي نعمله ثاني فوق العمود، العمود السابع، العمود الثامن، والعمود التاسع غادي نعمله فوق هاد العمود. واحد جوج جوج سلسلات، ونجي لهاد الخمسة ديال السلاسل اللي كنت دايره، اللي كانوا اللي تيفصلوا ليا ما بين هاد المثلث والمثلث، ونعمل غرزة حشو. جوج ديال السلاسل، ونجي لهاد البلاصة ونعمل فيها جوج ديال الأعمدة، ونجي ثاني فوق العمود نعمل عمود. كيف ما عملت هنايا، كيف ما عملت في هاد الجهة هادي، غادي نعمل في هاد الجهة بحال غادي ندير 9 ديال الأعمدة، وغادي ندير 6 ديال السلاسل، ونخلي هاد واحد الفراغ، ونمشي للفراغ الاخر، ونبقى غاديه كيف ما عملت لهادي غادي نعمل لهادي. انا درك هذاك الشيء اللي درت في هاد المثلث عملته في هاد المثلث، يعني بحال غادي ندور العمال. ونحسب واحد سلسلة الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة، ستة. ونجي لهاد الجهة هادي ونحسب واحد جوج ثلاثة. في العمود الثالث غادي ندير غرزة حشو، ونجي لهاد ستة ديال السلاسل اللي كنت عاملة من قبل، ونعمل العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع، العمود الثامن، العمود التاسع، العمود العاشر. وغادي نجي لهنا ونحسب واحد جوج ثلاثة. في الثالثة، في العمود الثالث نعمل غرزة حشو، نعمل السلسلة الأولى، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، خمسة أربعة خمسة ستة. ونجي للقمة، هذه هي القمة ديال المثلات، ونعمل العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع، العمود الثامن، العمود التاسع، العمود العاشر. ونحسب
6 ديال السلاسل، 1 2 3 4 5 6، ونجي الاخر الاخر ديال الاعمده ونحسب 1 2 3. في العمود الثالث غادي نعمل غرزة حشو، 1 2 3، ونجي تاني لهنا ونعمل 10 ديال الأعمدة. عمود الأول، عمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس، العمود السابع، العمود الثامن، العمود التاسع، العمود العاشر. ونجي البداية 1 2 3، في العمود الثالث غادي ندير غرزة حشو ونحسب 1 2 3 4 5 6، ونجي لهنايا ونعمل غرزة حشو، نحسب 1 2 3 4 5 6، 6 ديال السلاسل، وندوز للمثلث الاخر ونجي في الاخر ديال الاعمده ونحسب 1 2 3، 1 2 3. العمود الثالث غادي ندير فيه غرزه حشو، ونجي لهنايا وندير 10 ديال الاعمده كيف ما درت ثاني هنايا، كيف ما درت هنايا غادي ندير في المثلث الاخر، كيف ما درت هنايا غادي ندير في المثلث الاخر. من بعد ما داكشي اللي درت في الاولى درته في الثانيه، غادي ندير جوج سلاسل، 1 2، ونجي الوسط، نجي هنايا الوسط ديال هاد، كانوا عندي هنايا 9، انا هنايا درت 3 بقاو لي 6، يعني غادي نخلي 3 من هنا وثلاثة من هنا، وفي الوسط غادي نعمل غرزة حشو، وهذيك غرزة حشو غادي نجمعها مع هذه، لاحظتوا، ونعمل جوج ديال السلاسل، ونجي العمود الأول، العمود الأول، ونعمل فيه عمود، ونعمل ثلاثة ديال السلاسل، ونجي لهنا ونجر الخيط، نشوف العمود الموالي، العمود ثلاثة ديال السلاسل، كنجي غير الخوية بلا ما نبقى نتسارع على الضربة لأن شوية كتعطل، ونجر الخيط، العمود الموالي ثلاثة ديال السلاسل، ونجي نرجع للجهة الأخرى ونجر الخيط، العمود اللي حداه، 1 2 1 2 3، 3 ديال السلاسل، لاحظوا واحد جوج ثلاثة، هاد العملية غادي نبقى نعمل فيها هنايا عدي 10 ديال الأعمدة، يعني حتى هاد الشكل هذا غادي يجيني فيه 10 ديال الأعمدة، ونجي كيف ما درت هنايا غادي ندير هنا، وغادي واخا حتى في القمة نفس الشكل، وغادي تعطيني هاد الشكل النيت، لاحظوا
هنايا 10 ديال الاعمده، كنجي كندير جوج سلسلات، وكن وكنجي النصف وندير غرزه حشو جوج سلسلات، وندوز لدوك الاعمده ونعمل بحال ما هكا. كنظن بان واضح. كنتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش تعملوا لنا اشتراك، ما تنساوش تعملوا لي لايك، ما تنساوش تعملوا لي كومونتير ديالكم زوينين، تحفيزي او تعتيبي او اي شيء، ليس هناك اي مشكل. تبارك الله عليكم. ما تنساوش تعملوا لنا لايك، ما تنساوش تعملوا لنا لايك، ما تنساوش تعملوا لنا لايك. تبارك الله عليكم، وشكرا للجميع.